قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور والرضا في القلب أحيا طمأنة في الصدور والصلاة على محمد أنارت للقلب نور نور خير الخلق فينا كأمواج البحور. فالأدب مع المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك أو أكثر. وتقدمت آداب الجوارح فلا بد منها، يعني الشيخ قبل كده اتكلم في آداب الجوارح. الجوارح اللي هي الإيدين والقدمين والعينين والأذنين واللسان والبطن والفرج. دي الجوارح، ويملك كل هذه الجوارح القلب. اللي بيملك الجوارح دي الملك الذي تأتمر هذه الجنود بأمره، ده القلب الملك. ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهو القلب، ألا وهي القلب. يبقى الأساس لكل هذه الجوارح القلب. يبقى لابد من النظر والاعتناء بالقلب، لأن كما قلنا في الدروس الماضية وما استودع في غيب السرائر ظهر على شهادة الظواهر، وما كان فيك ظهر على فيك. تتفرج كده على الناس وهي بتتكلم مع بعض ما يكونوا زعلانين وبتخانقوا، وشوف التعبيرات بتاعت الوجه بتكون شكلها ايه، لان اللي هنا بيطلع ويظهر حتى مهما حاول. صحيح الناس بقى عندها شوية مكياج كده، شوية مكياج بيزوقوا بيه نفسهم، بس بيبان غصب عن الإنسان اللي جواه، بيبان غصب عنه مهما حاول الإخفاء. ومن سر سريرة كساه الله رداءها. فالجوارح دي لها أداب. إيه أدب الإيدين؟ لازم أعرف ده غير أحكامها. الحكم شيء والأدب تاني شيء تاني، والأدب حكم بالنسبة لأصحابه أيضا، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. والعينين لها أيضا أداب ولها أحكام. نظر بعضهم كالراجل ولم الصالحين، ولكن وقعت منه نظرة لم تكن لتحل له، قال نظرت نظرة لم تكن لتحل لي، فوقع على خدي لطمة، وقع على وجهي لطمة سالت منها عيني على خدي، فالتفت فلم أجد أحد، فسمعت هاتفا يقول نظرة بلطمة ولو زدت لزدناك. أدب أو حكم. فالآداب للجوارح وأحكام الجوارح. إيه أحكام الأقدام وأحكام الإيدين وأحكام العينين وأحكام اللسان وأحكام الأذن؟ أحكامها إيه وأدبها إيه؟ ماذا يجب وماذا لا يجب؟ وإحنا ماشيين نخوض، هل نعتقد إن هذه المخالفات لا تضر بالقلب؟ ألا يقع بسببها على القلب صدأ يصدأ له القلب فلا يعكس أنوار الحق؟ وكلما زاد الصدأ بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كل نظرة وكل لفظ وكل كذا بينكت في القلب نكتة سوداء، حتى ما إذا اسود القلب بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلا تعكس مرآة القلب أنوار الحق
لم تعد مرآة، فلا يرى أنوار الحق، ولا يتأثر بالمعصية، ولا يتأثر بالذنوب، لأن القلب أظلم. فأداب الجوارح لابد من، لأن هي الباب الذي يؤدي إلى ظلام القلب. نسأل الله العفو والعافية. فلا تمدن عينيك إلى ما حرم الله، وإلى ما كره الله، وإلى ما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أذنيك، ده الأنف، الشم. سيدنا عثمان يدخل بيت المال فيجي على القسم اللي فيه الطيب ويسد مناخيره، يغلق أنفه، يبصوله، يقول وهل يستفاد منها إلا بذلك؟ هي الفايدة بتاعتها إيه غير إن أنا أشمها؟ حفاظاً على قلبه. وكيف لما علم أبو بكر أن في هذا الأكل شبهة يتقيأه؟ لماذا؟ ما هو غصب عنه، وهو ليس محاسب بالغلط أو السهو أو الإكراه، دي أحكام معروفة. ولماذا؟ رغم أنه لم يكن يعرف، وأكل الطعام وما يعرفش أن كان فيه شبهة، ومع ذلك لماذا تقيأ رغم أنه غير محاسب؟ مش قضية الحساب وبس، قضية ما يصيب القلب من أثر المعصية. لذلك قال ابن عطاء الله: كفى بالمذنب ذنباً أن جعله الله أهلاً للذنب، كفى بالمذنب عقوبة، آسف، كفى بالمذنب عقوبة أن جعله الله أهلاً للمعصية، كفى بالعاصي عقوبة أن جعله الله أهلاً للمعصية، وكفى بالمطيع ثواباً أن جعله الله أهلاً للطاعة. يبقى قضية دي مش قضية حكاية إنه هيجازى ولا يثاب بس، لكن أثر المعصية وأثر الطاعة في القلوب، نقف عندها جيداً. قال: وتقدمت آداب الجوارح فلا بد منها، وكذلك آداب الأوقات. آداب الوقت، الوقت له أدب أيضا. وأوقات العبد أربع لا خامس لها: إما أن يكون في طاعة، وإما أن يكون في معصية، وإما أن يكون في نعمة، وإما أن يكون في بلية. ولكل حق، ولكل أدب، ولكل مقام أدب، ولكل حال أدب، ولكل مقال أدب، ومن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب، ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب. لكل وقت أدب. فإن كنت في طاعة فحقها رؤية المنة من الله تعالى، أن ترى منة الله عليك أن جعلك من أهل الطاعة، وأن وفقك إلى الطاعة. لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاختارك لطاعته. فرؤية حكم الوقت هنا أنك إن رأيت نفسك في طاعة فحقها رؤية المنة من الله تعالى، وإن رأيت نفسك في معصية فحقها العودة من قريب، لم يغلق عليك رحمته، لم يغلق عليك فضله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن وجدت نفسك في نعمة فحقها الشكر، تشكر الله على هذه النعمة. وإن
كنت في بلية فحقها الصبر، وأمر المؤمن كله له خير، ما ابتليت بشدة كما قال عمر ما ابتليت بشدة إلا رأيت فيها ثلاث نعم، أولها أن لم تكن في ديني، ثانيها أن لم تكن أعظم منها، لأن ما في بلية إلا وفي مصيبة إلا مصيبة أعظم منها، ثالثها لما يرجى عليها من الثواب حتى الشوكة يشاكها المؤمن يثاب عليها. والوقت عند الصوفية هذا الوقت تفسيره من حيث الايه النوع، لكن من حيث الزمن فالوقت عند الصوفية ليس أياما ولا ساعات بالمعنى الحديث، ولكن الأنفاس هي الوقت عند الصوفية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا في وقت معين، فإن فاتك الفرض إن فاتك كتابا تؤديه في وقت آخر طالما توفرت شروط ذلك. طب موقوتا كيف تؤديها؟ لقد ذهب الوقت، أي أن لكل لحظة، مش لكل وقت بمعنى الصلاة فقط، يعني وقت الفجر له بركاته وأنواره وأسراره ونفحاته وعلومه، تختلف عن وقت الظهر له نفحات وأنوار وأسرار وعلوم، تختلف عن وقت العصر بأنواره ونفحاته وأسراره، تختلف عن وقت المغرب عن وقت العشاء. ليس هذا فحسب، بل كل لحظة كل نفس يمر عليك له أرواحه وله أنفاسه وله بركاته وله نفحاته وله أسراره وله أنواره وله علومه وله أمداده التي لا تنتهي أبداً، لأن كرم الحق وتجلياته على كونه لا تتوقف لحظة، لو توقفت تجلياته عن الكون لهلك فجأة، فالكون به بتجلياته سبحانه وتعالى بأنواره. فالوقت عند الصوفية، أداب الوقت، أن كل لحظة لها بركتها وأنوارها وأسرارها، فإن فاتك فرض الوقت فلا تفوتك أنوار الوقت وأسرار الوقت ونفحات الوقت، وربما يكون إقبال المولى جل وعلا عليك خصيصة هذه اللحظة التي غفلت فيها عن ربك فيفوتك منه كل شيء. هذه قضية الوقت. فالوقت عندهم أنفاس، لحظات. عشان كده أبو الحسن الشاذلي يقول في الحزب الكبير: اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة، كل نفس ولحظة ولمحة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، اللهم إني أقدم إليك بين يدي ذلك كله، اللهم إني أقدم إليك كل بين يدي كل نفسة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، أهل السماوات وأهل الأرض، اللهم إني أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أي يا ربي أهل السماوات وأهل الأرض، أنا أقدم إليك بين يدي كل من غفل منهم لحظة أو طرفة عنك، عن ذكرك، عن مشاهدتك، عن كل ذلك، فأنا أقدم إليك بين يدي ذلك كله. ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: ما من نفس تبديه إلا ولله فيك قدر يمضيه. ما من نفس تبديه، ده النفس ده هو ده الوقت. ما من نفس تبديه إلا ولله فيك قدر يمضيه، فمع كل نفس قدر. فإن كنت يا ولدي
مع الله بأنفاسك ذاكرا له كان معك بألطافه في كل نفس، لأن لطفه لا ينفك عن قدره أبدا، لطفه لا ينفك عن قدره أبدا. قال الشيخ زروق رضي الله عنه: وكل نسبة لا أدب فيها فصاحبها كذاب. يعني أي إنسان ادعى أي شيء أو نسب إلى العلم أو إلى فضل معين أو إلى خلق معين أو إلى أي شيء ولم يكن في هذا الأمر أدب فصاحبها كذاب. أي واحد ينسب إلى شيء ولم يكن في هذا الشيء أدب فهو صاحبها كذاب. إن قلت عالم ولم يكن متحققا بالأدب فهو كذاب في نسبته إلى العلم. إن قلت عد كل شيء، فكل نسبة لا أدب فيها فصاحبها كذاب، لأن عنوان الصدق وجود المراقبة. عنوان الصدق: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. صدق التوجه عنوانه إيه؟ المراقبة. وإن كانت الغفلة مع حفظ الأصل غير قادحة، يعني أحياناً الإنسان يغفل عن المراقبة، لكن أصل المراقبة يعني الإقرار بهذا الأمر بالمراقبة بالصدق، الإقرار بذلك والعمل عليه، وإن كان ينتاب العبد الغفلة من بين الحين والآخر، هذا لا يقدح في الأصل. فقد قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: كل سوء أدب يثمر أدبا فليس بإساءة أدب. يعني من حيث الواقع، يعني ممكن من حيث الواقع يخطئ الإنسان يسيء الأدب، ولكن طالما أن الأصل موجود وأدى ذلك إلى الأدب فذلك لا يقدح في الأصل، فذلك لا يقدح في الأصل. وقوله لا من حيث القصد، يعني المهم أن يكون قصده هو الأدب. وقوله منه استفاد القوم استفادوا، يعني من العلوم والمعارف والأنوار، يعني الشيخ لما يقول فالقوم بالأدب حقا سادوا، منه استفاد القوم ما استفادوا، أي بالأدب استفادوا منه، من الأدب علوم ومعارف وأنوار وأسرار وكرامات حسية ومعنوية بسبب الأدب. ولك أن تنظر في قضية صحبة سيدنا موسى مع الخضر، أورثت أدبا معينا، هذا الأدب أورث علوم ومعارف. ويمكن شرحت لكم من قبل، أردت في خرق السفينة غير أردنا في قتل الغلام، غير أراد ربك في إقامة الجدار، فأردت غير أردنا غير أراد ربك علوم ومعارف ومقامات في المعرفة. نسأل الله أن ينفعنا بهم وبالأدب إن شاء الله، واجعلنا من أهل الأدب. ونستغفر الله من كل قول وعمل أردنا به وجهه فخالطنا فيه ما ليس له، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قلبي بالذكر يحيا ويدوم له السرور، والرضا في القلب أحيا طمأنة في السرور.